السلام عليكم. في أداة بالذكاء الاصطناعي إضافة بضيفها للمتصفح بتاعي سواء جوجل كروم أو غيره، الصراحة وفرت عليا وقت كتير قوي. اسمها سيدر، تمام؟ هي الأداة ديت أقدر أدوس عليها تبقى موجودة هنا، فأي سؤال أنت عايز تسأله تقدر إن أنت تسأله على طول وهو يقدر إن هو يجاوب، تمام؟ ممكن تسأله عن أي معلومة كأنك رحت شات جي بي تي. هو مرتبط بشات جي بي تي ومرتبط بأدوات تانية كتيرة جدا زي كلاودي زي جيميناي زي لاما، كل الحاجات دي هو مرتبط بيها ويقدر يجيب لك الإجابة منهم بسهولة. فأي سؤال هتقدر تسأله ممكن تسأله، ممكن تنسخ حاجة معينة تديله مثلا صورة معينة يقدر إن هو يشرحها لك. طيب هوريك حاجة برضه أنا بعملها. مثلا هنا أنا ممكن أجي هنا وأقول له أنا عايزك تعمل لي حسن لي الكلام، يقدر إن هو يعمل إمبروف للرايتنج. ممكن أقول له أنا عايز تكتب لي بقى، يعني اللي أنا كاتب كلمتين تلاتة كمل انت الكتاب، فلما تكمل ممكن تعمل لها ريبليس، ممكن تعمل لها انسرت، ممكن تعمل لها كوبي، ممكن تخليه ينطقها لك، تمام؟ ممكن اقول له كمل، تمام؟ يبدأ ان هو يكمل في الجملة اللي هي كانت مكتوبة. ففي شوية خصائص كتير، او ممكن تقول له لخص لي. فهنا مثلا هقول له ايه انسرت، فزود لي الكلام اللي مكتوب بحيث ان يطلع فيه محركات البحث. ممكن مثلا تقول له اشرح لي ديت، يقدر يشرح لك الكلام بالتفصيل. ممكن تقول له انا هرفع لك ملف PDF وانت لخصه لي، او انا عايز اخد مثلا ايه سكرين شوت لحاجه معينه وانت اشرحها لي. ولو فيها كلام هيقدر يستنسخ الكلام دوت اوبتيكال كاركتر ريكوجنايز، ويقدر ان هو يجيب لك التكست اللي جوه الصوره ديت. فمجموعه من التولز القويه جدا اللي جربتها صراحه لقيتها كويسه جدا. انا ما اصطفش اي ادنس غير لما يكون افضل حاجه، لان ممكن كتر الادنس يخلي المتصفح بتاعك بطيء، فعشان كده ما بستفش غير الحاجه القويه. لكن ده فعلا لقيته ممتاز جدا. تقدر تختار انت عايز الاجابه مثلا من اي حاجه، مثلا 4o مثلا وكلاودي والحاجات دي كلها. فحتى لو اشتركت في النسخه اللي هي بفلوس ده يكون احسن لك من انت تشتري في كل واحد لوحده. هنا بيديه مزايا ان هو بيرتبط بكل حاجه في نفس الوقت، تقدر انت تستفاد بمزايا كتيرة جدا. هو موجود معايا، ممكن اصلا لو انت بتتفرج على فيديو، تعال نشوف فيديو، يقدر ان هو يعمل لك ملخص للفيديو دوت، ويقدر ان هو يعمل لك الترجمة، تمام؟ ممكن تقول له انا عايز تترجم لي الكلام لأي لغة من اللغات اللي موجودة ديت، وليكن مثلا الأردو. ممكن تظبط الحاجة زي ما انت عايز. فطول ما هو انا بتكلم هو بياخد الكلام وان هو يبدأ يترجمه، حتى لو هو اصلا ما انا بشوف الترجمه على ديت. ممكن تقول له ترجم لي الصفحه دي، بترجم لك ترجمه قويه جدا بالذكاء الاصطناعي احسن من جوجل ترانسليت. عندك هنا ممكن تقول له اعمل لي ملخص للصفحه ديت، فيلخص لك الصفحه دي. ففي شويه مزايا كويسه جدا، ماشي؟ ممكن اقول له لخص لي اللي في الفيديو، تمام؟ خلي بالك ان الفيديو ده لسه انا برفعه، لسه ما كملش ثانيتين ثلاثه، فهو مش بياخد من اي حاجه، هو نفسه بيستعين بنفسه ان هو يلخص الفيديو دوت. ممكن تقول له اوجد لي افضل نقاط موجوده في الفيديو دوت. فشاهد ان الاداه دي بتوفر لي تولز كتيره جدا وبرامج كتيره ومواقع كتيره ممكن انسى اسمائهم، فلما استعنت بيها نظمت لي الشغل بتاعي وبقى سهل جدا ان انا الخص الفيديو، ان انا استعين بالترجمه بتاعته وهكذا.